اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بكل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من استوديو الابطال. النهارده ان شاء الله ختام الموسم الرياضي، اخر مباراه في كل الالعاب او الالعاب الاخرى، نهائي كاس مصر للكره الطائره رجال النادي الاهلي ونادي الزمالك، في مباراه ستقام المفروض الساعه 6، ولكن المباراه اللي قبلها اتاخرت شويه فممكن المباراه تتاخر عن الساعه 6. المباراه ستقام على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. النادي الاهلي يدخل هذه المباراه ب 21 لقب كأكثر الأندية المصرية حصولا على كأس مصر، يأتي وراه في المركز الثاني نادي الزمالك بخمس ألقاب فقط. النادي الأهلي فاز امبارح في قبل النهائي على نادي الاتحاد بنتيجة 3-0، وأيضا نادي الزمالك تأهل على حساب طرائق الجيش يتقابلوا النهارده في المباراة النهائية. وزي ما عودنا حضراتكم دائما أبدا بنكون مع أبطالنا في كل مكان. النهارده احنا مع أبطالنا إن شاء الله، ويقدروا يفرحونا وتبقى ليلة بلون تيشيرت اللون الأحمر. دائما ابدا رجال الكره الطائره بيكسروا الارقام، وعايز اقول لكم كمان ان لو ان شاء الله باذن الله يا رب فوزنا النهارده هتبقى المره الرابعه على التوالي نفوز بكاس مصر، المره الرابعه على التوالي، وهو انجاز جديد وتاريخ جديد بيشطره مجموعه اللاعبين اللي موجودين دلوقتي والجهاز الفني اللي موجود دلوقتي. وزي ما عودناكم بيكون معانا كواليس، زي ما حضراتكم شايفين دي كواليس الفرقه بتتعرض على الشاشه مع حضراتكم النهارده، وهم طبعا بيصلوا الجمعة في المكان المفتوح في الجنينة في الفندق أو فندق الإقامة. وكمان زي ما حضراتكم شايفين طبعا الإجراءات الاحترازية بتتخذ، مفيش صلاة أو الصلاة كانت في مكان مفتوح. اللعيبة مستعدة زي ما حضراتكم شايفين، عبد الله عبد السلام دولا كل اللعيبة موجودة في الفرقة الحمد لله، وكل جاهز لمباراة النهاردة عشان تبقى مسك الختام. وعايز أقول لحضراتكم كمان ان الحمد لله بنطمن على فرقتنا، فرقتنا الحمد لله بشكل جيد مستعده، مفيش اصابات الحمد لله، مفيش اي جديد. امبارح اطمننا على كل اللعيبه، امبارح كابتن ميدو مصلحي اشرك كل اللاعبين باستثناء احمد صلاح، يمكن هو اللي خد وقت زياده، ولكن هو عنده القدره وعنده الـ 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 الناحيه البدنيه اللي تاهله انه يلعب ماتشين في 24 ساعه. كمان امبارح كل اللعيبه كانت فايقه، عبد الله عبد السلام في الملعب قصد امبارح انه يلعب كل اللعيبه، شفنا امبارح سعيد لعب، شفنا دولا، شفنا عبو، شفنا احمد صلاح كله لعب وهدف، حتى عبد العال نزل ولعب، كل اللعيبه كانت امبارح في شكل جيد، اطمنا عليهم. ينقصنا النهارده ان شاء الله الفوز والفوز بالكاس كما عودنا النادي الاهلي. وعايز اقول لحضراتكم الفتره اللي فاتت شهدت تفوق كبير جدا النادي الاهلي على نادي الزمالك. كان طبعا السنه دي اتقابلنا مباراتين، مباراه في الدور الاول ومباراه في الدور الثاني، النادي الاهلي اتحط فيهم تحت ضغط شديد قبل المباراتين. يمكن في الدور الاول نادي الاهلي تعرض في خساره مفاجاه، كره الطائره رجال طبعا بتكلم عنهم، تعرضوا لخساره مفاجاه كانت من البتروجيت، خلتنا نروح مباراه الزمالك كانها مباراه كؤوس، لو لا قدر الله كنا خسرنا المباراه في الدور الاول كان انتهى الدوري العام. اتحطوا تحت ضغط، كسبوا الزمالك 3-0. في الدور الثاني ايضا تعرضنا في الجوله القبل الاخيره لخساره مفاجاه من نادي طلائع الجيش، وبرده النادي الاهلي راح على مباراه نادي الزمالك في مباراه برضه ما كانتش تحمل القسمة على اثنين، كان لازم النادي الاهلي يفوز عشان نحصل على بطوله الدوري، ونادي الزمالك ونادي الاهلي فعلا قدر انه يفوز بالرغم من الضغوط الهائله اللي كانت على الفريق قبل المباراه. ان شاء الله النهارده النادي الاهلي داخل بدون ضغوط، بدون اي شيء، وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشه دي برضه الكواليس بنطمنكم على فرقتنا، ودي تغطياتنا الخاصه والمستمره زي ما عودناكم في قناه الاهلي بنكون مع كل ابطالنا في كل مكان. خليني اقول لحضراتكم ان بعد المقدمه اللي انا مع حضراتكم فيها دي هينضم ليا ضيوفي طبعا اكيد في الاستوديو التحليلي، وهنتناول المباراه فنيا، عندهم كلام كتير جدا فنيا، خاصه النادي الزمالك داخل المباراه بروح وشكل جديد لانه عنده دي اخر مباراه في الموسم، محتاج يكسب، محتاج يكسب، محتاج يعوض خسارته الدوري العام، محتاج يعوض خسارته في بطوله افريقيا من الترجي في النهائي 3-0. إذا النادي الزمالك داخل عنده دوافع كتير غير المباريات اللي فاتت، مباراة وياخد بطولة، فإذا النهاردة في دوافع، أتوقع إنها مباراة مش هتكون سهلة، بس أتمنى إن شاء الله المباراة تبقى من نصيب أكيد النادي الأهلي، زي ما حضراتكم شايفين ده برضو كواليس من الغدا النهاردة، زي ما حضراتكم شايفين وزي ما جبنا إمبارح، طبعًا اللعيبة في مقر إقامتهم مركزين، زي ما حضراتكم شايفين الإجراءات الاحترازية على الترابيزة، مفيش أكتر من ثلاثة قاعدين أو أربعة، يعني دي اجواء للبطوله، وزي ما حضراتكم شايفين التركيز باين على وشوش اللعيبه وعلى الجهاز الفني اكيد طبعا. طبعا ده كابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط رياضي حرص قبل
المباراه ما تبقى او اللعيبه تتحرك للمباراه، ده لحظه دخول كابتن رؤوف عبد القادر الاوتيل عشان يقادر الفرقه كمدير النشاط الرياضي. وزي ما حضراتكم طبعا ده محترف بتاعنا، عندنا ده احمد سعيد، كل اللعيبه زي ما حضراتكم شايفين جاهزين ان هم يروحوا اللقاء. هم دلوقتي في ارض الملعب، مراسلنا ومراسلتنا هناك في ارض الملعب اكيد متابعين، وهنطلع اكيد ليهم، هنعرف الاجواء ايه، وهنعرف حتى نطمنكم المباراه اللي قبلينا اخبارها ايه، النتيجه كان كام كام. يعني يمكن قبل ما اطلع مع حضراتكم على الهواء كان مباراه الاتحاد وطلائع الجيش في التالت والرابع كانت النتيجه 1-1، وكما توقعنا انها مباراه تبقى جامده ممكن تروح لشوط خامس، فتوقعنا ايضا انه اكيد مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك هتتاخر شويه، لان ده طبيعي يعني هم حاطين ساعه ونص للمباراه، بس اتوقع ان مباراه التالت والرابع هتطول معانا شويه، فاكيد هيكون معانا المراسلين من ارض الملعب عشان نقول لكم الاجواء ونقول لكم اذا كان فرقتنا وصلت ولا لا، وهل فرقه نادي الزمالك ايضا وصلت ولا لا. عايز اطمن حضراتكم كمان انه فرقتنا بتضم مجموعه من الناشئين. امبارح شفنا الحسيني هو بيشارك، عبد الرحمن الحسيني كابتن محمد مصالح ميدو فضل يشاركه، طبعا دي لقطات من ارشيفيه من مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت في الدور الثاني اللي حصلنا بعديها على بطوله الدوري العام. كابتن محمد مصالح ميدو زي ما قلت لحضراتكم امبارح اشرك عبد الرحمن الحسيني في الشوط الثالث، والحقيقه الولد ادى اداء كويس جدا جدا. اذا فرقتنا عندها كل المفاتيح اللي نقدر بيها نفوز النهارده ونقدم مباراه جيده جدا. عايز اقول ان النهارده عبد الله عبد السلام عليه دور كبير جدا. عبد الله عبد السلام مش صانع العاب الفريق، مش بس انه بيوزع الكور، لا ده هو بيقرا البلوكات وبيقرا يعني توزيع البلوكات وتوزيع اللعيبه في الملعب الاخر او في نص الملعب الاخر، وبناء عليه بياخد قرار هيرفع لمين. طيب خلينا